سؤالا اليوم، السؤال الذي نطرحه اليوم كجواب على هذه الهجومات التي يتعرض لها المغرب والشعب المغربي في المواقع الاجتماعية من طرف بعض الانفصاليين وأذنابهم، متهمين المغرب والمغاربة بالخيانة. فكلمة خيانة كلمة كبيرة، ونحن كمغاربة نعيش في بلاد المهجر، ربما لدينا بعض الإحساس المرهف تجاه القضية الوطنية، ولدينا حساسية زائدة تجاه القضية الوطنية أكثر من إحساسنا حينما نكون داخل الوطن. فآذنتنا وآلمتنا هذه الاتهامات التي نحن متيقنون بأنها اتهامات باطلة، لكن كيف يمكن أن نقنع أصدقائنا أولا ثم نرد على خصومنا ثانيا؟ سأحاول أن أجيب على سؤالين في هذه الحلقة، وندخل وأترك التفاصيل إلى الحلقة المقبلة. السؤال الأول يتعلق بالمجاهد الأكبر، المجاهد العظيم رحمه الله، الشريف محمد أمزيان. الشريف محمد أمزيان كلنا يعلم أنه لا يتناقش اثنان ولا يختلف اثنان في أمانته وصدقه وصدق جهاده وتضحيته في سبيل قضيته ضد الإسبان. لكن في عام 1907 حينما هاجم أبو حمارة الريف وأنشأ قلعته في مدينة سلوان في 1903، وشرع في الهجوم على القبائل المجاورة، فأغلب القبائل رضخت له، بل وكانت تمده بالطعام مرغمة. كان الريفيون يخبزون يوميا آلاف الأرغفة من أجل تموين جيش بوحمارة، وإلا هاجمهم بوحمارة بقواته، بالإضافة إلى الأموال التي كانوا يعدونها كإتاوات لبوحمارة. الشريف محمد أمزيان اختار أن يقف في وجه بوحمارة، لكن بوحمارة جهز جيشه وهجم على قريته وأحرق منزله ودمر زاويته وأحرق حقوله. فالتجأ الشريف محمد أمزيان الذي كان ضعيفا من حيث الأسلحة ومن حيث التجيش، التجأ إلى ماليليا، وهناك في ماليليا استقبله الإسبان وسمحوا له بالدخول إلى ماليليا رغم معرفتهم بمواقفه المعارضة للاستعمار الإسباني لماليليا. هنا كانت إسبانيا لم تشرع في بناء سكة الحديد بين ماليليا وجبل أوكسان، الذي كان سببا لانطلاق الشعلة المقاومة واندلاع الحرب بين الريفيين بقيادة الشريف محمد أمزيان وإسبانيا. إذن هنا هذا الالتجاء الذي قام به الشريف محمد أمزيان، هل يمكن أن نسميه استراتيجية أو اضطرارا أو نسميه خيانة بحكم أنه التجأ إلى عدو وطلب منه الحماية؟ إذن سأترك، لن أجيب على السؤال، سأترك لقناعاتكم لتقرروا الإجابة، أما أنا فإجابتي واضحة. بالنسبة لعبد الكريم الخطابي رحمه الله كذلك، لا يختلف اثنان في صدقيته وفي وفائه وإخلاصه وأمانته وجهاده وتضحيته. هو الذي ضحى بحريته حيث قضى منفيا أكثر من 43 سنة بين 1926 إلى 1963، 20 سنة قضاها في هناك في 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 في, في قضاها في جزيرة لاغيونيون، ومن عام 1947 إلى عام 1963 قضاها في القاهرة. إذن عبد الكريم الخطابي رحمه الله في عام 1911 شهر نوفمبر 1911 ستقوم بعض القبائل الريفية باتخاذ قرار الهجوم على منزله وإحراقه. لماذا؟ لأنهم قالوا بأن عبد الكريم الخطابي يهادن الإسبان، ابنه محمد الزعيم أنوال يشتغل في ماليليا قاضيا وأستاذا ومترجما ورئيس تحرير الجزء العربي لجريدة إسبانية تليغراف دي الريف.
إذن كل هذه المعطيات واستنبطوا منها هؤلاء الريفيون من العامة، استنبطوا منها أن الشريف محمد عبد الكريم الخطابي رحمه الله قد هادن الإسبان الذي كان في نظرهم عدو يجب أن لا يهادن ولا يسالم. عبد الكريم الخطابي طبعا كانت له سياسة، لأن في 1907 حوالي 4 سنوات قبل هذا التاريخ اجتمع مع أسرته، ومن بين ما قرر فيه مع أسرته أنه سنة قبل هذا اللقاء في 1906 انعقد مؤتمر الجزيرة الخضراء، حيث قسم المغرب بين فرنسا وإسبانيا، وقال لهم إن حظنا في الريف من نصيب إسبانيا، وإسبانيا سوف تدخل كما دخلت إلى تطوان في 1859، وكما دخلت إلى جنوب الصحراء، جنوب المغرب كذلك إلى آخره. إذن ما علينا إلا أن نهادنها حتى نكون في مستوى على الأقل مواجهة. فهذه كانت خطته واستراتيجيته له. لكن هؤلاء العامة اعتقدوا أو فهموا أن هذه مهادنة، فقرروا إصدار حكم فيما بينهم بإحراق. ماذا بإحراق منزله؟ فحينما أحرق منزله طبعا التجأ عبد الكريم الخطابي إلى جزيرة نكور، حيث كان هناك الحاكم العسكري الذي كانت محتلة من طرف الإسبان، والذي سلم له أو الذي عمل على نقله في باخرة إسبانية من جزيرة نكور إلى تطوان. وطولة مدة إقامته في مدينة تطوان في إقامة جهزتها له الحكومة الإسبانية، كانت تصرف عليه، حددت له راتبا شهريا لكي يعيش به هناك، وهذا من ناحية حتى من ناحية القانون الدولي كان هذا جاريا به وساريا المفعول، بأنه يعتبر لاجئا من بلد إلى بلد آخر، فيستحق أن يعتنى به ويؤخذ بيده. فهنا هل نتهم عبد الكريم الخطابي بأنه خائن، أم كانت استراتيجية أو كانت خطة واستراتيجية أو اضطرارا؟ فنأتي إلى وضع المغرب في عام 2020، حيث قرر إعادة العلاقة بين إسرائيل. نتساءل كذلك، هل هو اضطرار، هل هي استراتيجية، أم هي خيانة؟ إعادة العلاقة. لماذا؟ لأنه في عام 1994 كانت هناك علاقة بين المغرب وإسرائيل علانية، كان هناك مكتب إسرائيلي مفتوح في الرباط ومكتب مغربي مفتوح في إسرائيل، وهذا المكتبين كان يشرفان على العلاقات التجارية والاقتصادية بين إسرائيل والمغرب. وهذه العلاقة في 1994 لم ينشئها المغرب إلا بعدما أنشأ الفلسطينيون في شخص منظمة الفلسطينية علاقة بينهم وبين إسرائيل فيما يسمى باتفاقية أوسلو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تتمة غفلت عنها في الحلقة السابقة، وهي أن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا يمكن أن يزايد عليه أحد. فالمغرب كان دائما من الأوائل حينما يدعو الداعي إلى وقفة أو تضحية بجانب الفلسطينيين. في 1187 حينما نادى صلاح الدين الأيوبي إلى تحرير المسجد الأقصى، إلى تحرير بيت المقدس، كان أول الملبين هو السلطان الموحدي يعقوب المنصور الموحدي، حيث أرسله جيشين، جيش بري وجيش بحري في أساطيل في بواخر بحرية لإيقاف المد الصليبي الذي كان يأتي بالمؤونة والسلاح من أوروبا إلى فلسطين. ثانيا في 1973، هنا لا ننسى 1973، حيث أرسل المغرب جيشا وشارك هناك، ولا زالت مقابرهم في منطقة الجولان مدفونين هناك. ولا ننسى الخطاب الشهير الذي ألقاه الرئيس السوري آنذاك حافظ الأسد، حيث قال كلاما مؤثرا جدا في حق الجيش المغربي، الذي نوه به وشكره وشكر المغرب والمغاربة، ونوه بحماسهم ووقوفهم بجانب القضايا العربية وعلى رأسها قضية فلسطين. إذن بدون أن ننسى الوقفات الكثيرة التي قام بها المغرب مع منظمة التحرير الفلسطينية، حيث كانت منظمة التحرير الفلسطينية عبارة عن فصائل متفرقة ومشتتة، فتم تجميعها هنا في المغرب في عام 1964 إلى آخره. لكن
الأهم من هذا كله أن المغرب، أنه حينما وصل الفلسطينيون إلى قناعة أنهم سيرضون ويقبلون بقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1947، قرار تقسيم 181 الذي يقسم فلسطين إلى قسمين، قسم لليهود وقسم للفلسطينيين. فحينما رضي الفلسطينيون بهذا وقرروا ترك السلاح وقرروا التوقف عن محاربة إسرائيل وقرروا الاعتراف بإسرائيل وغيروا بنودهم وغيروا دستورهم وميثاق منظمة التحرير الفلسطينية الذي كانوا قد أصدروه في عام 1968، غيروا فيها البنود التي تشير إلى أن إسرائيل عدو، وأصبحت إسرائيل دولة جارة مسالمة ومسالمة. حينئذ بعد هذه الاتفاقية، اتفاقية أوسلو التي وقعت في عام 1993، عقد المغرب اتفاقا مع إسرائيل والذي كان على شكل مكتبين مكلفين بالسهر على العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسرائيل. جميل. لكن في هذه المرة أضاف المغرب إلى هذه الاتفاقية أو هذين المكتبين وعد أنه سيعزم قريبا على فتح سفارات، على هيئات دبلوماسية، لكن مع الشرط الأساسي الذي يطالب به الفلسطينيون والمكون من ثلاثة عناصر، وهذا الشرط يتكون من ثلاث عناصر لم يتنازل عنه المغرب، وهذا هو الشرط الذي اشترطه الفلسطينيون لترك السلاح مرة أخرى وللعودة إلى طاولة المفاوضات. البند الأول من هذا الشرط هو ماذا؟ هو أن يقبل الإسرائيليون بحل الدولتين، بما معناه أن تسلم الأراضي لفلسطين، الأراضي التي حددت لها في الخريطة التي وقعت مع قرار 181 الذي يظهر فيها أن الضفة الغربية وقطاع غزة هي حق للفلسطينيين. إذن الشرط الأول، البند الأول من هذا الشرط، وهو إسرائيل يجب أن تنسحب من الضفة الغربية وتنسحب من غزة، قد انسحبت، أن تنسحب من الضفة الغربية حالا وتسلمها للفلسطينيين. ثانيا الشرط، البند الثاني في هذا الشرط، وهو وهذا ما جاء في تصريح الديوان الملكي، الشرط الثاني أو البند الثاني من الشرط، وهو الحفاظ على الطابع الإسلامي لمدينة القدس، لا يغير فيها شيئا من آثارها، وإسرائيل تحاول أن تغير يوميا الآثار التي تدل على إسلامية هذه المدينة. ثالثا والبند الثالث من هذا الشرط، وهو أن يحافظ على حرمة المسجد الأقصى. ما معنى يحافظ على حرمة المسجد الأقصى؟ أن يبقى مسجدا ولن يطمع اليهود المتعصبون إلى تحويله إلى هدمه وتحويله إلى هيكل. هذه البنود الثلاثة هي التي ينادي بها الفلسطينيون اليوم. فإذا كان المغرب قد حافظ عليها وقد ركز عليها واشترط عليها في إعادة هذه العلاقة، فلماذا يلام؟ لماذا يتهم بالخيانة؟ الخيانة كلمة ثقيلة، كلمة كبيرة، ولا تقال إلا في حالة واحدة، أن يكون هناك عهد سابق فألغي هذا العهد، أو غير أو بدل أو ترك أو خولف. إذن لا ننسى كذلك أنه في عام 1994 حينما أقام المغرب تلك العلاقة، علاقة الاتصال، وفتح المكتبين، استمرت تلك العلاقة لمدة 6 أو 7 سنوات. في 2002 انسحب المغرب من تلك الاتفاقية وأغلق المكتبين، أغلق المكتب الإسرائيلي هنا وأغلق مكتبه في إسرائيل، احتجاجا على ماذا؟ احتجاجا على العنف الذي استعملته إسرائيل ضد الفلسطينيين أثناء الانتفاضة الثانية. إذن المغرب عقد اتفاقية، وحينما انتهكت إسرائيل هذه الاتفاقية باستعمال العنف ضد الإسرائيليين انسحب منها وكأنها لم تكن. فكذلك نقول بأن المغرب اليوم عزب على عقد الاتفاقية، وأنا متأكد المغرب معرف عبر التاريخ. المغرب هو دولة لها جذور في التاريخ عميقة أكثر من 1200 سنة فقط تحت ظل الإسلام، وقبلها بمئات السنين تحت ظل الملوك الأمازيغيين. لم يثبت أبدا أنهم قد خانوا أو غدروا
خانوا مبادئهم أو غدروا بمن عاهدوه. وأكتفي بهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.